اسماء هانم، صباح الفل. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير وصحه وسعاده يا رب. تسلمي. مش عارفين نشكرك ازاي على الوصفات الجميله وكل اللي بتعمله لنا ده. لا شكرا على واجب يا فندم، ده تحت امركم، تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. هو انا بس ليا طلب صغير عند حضرتك كده معلش. انا عاوزه بس اعرف طريقه عمل شوربه البصل. شوربه البصل؟ حاضر يا فندم. اوامرك امر. حاضر. ربنا يخليك، تسلم يا شيف. شكرا. حاضر يا فندم، تحت امرك. طيب شوربه البصل بسرعه عشان شكلها يعني متصله مخصوص على البصل فما ينفعش تتاخر عليها. سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. بتجيب عندك كرفس وكرات مفرومين قوي ناعمين، بتشوحيهم مع سنه زيت وتقلبيهم كويس جدا. شوربه البصل هنحط بصل اكيد، ولكن كميه البصل تبقى اكتر. ايه اللي بيخلي لون البصل لونه غامق؟ تمام. طيب هقول لكم على حاجتين، اقول لك على حاجتين. الحاجه الاساسيه، المدرسه الاولى بتاعه الطبخ الاولانيه خالص القديمه تقول لك لما تقشر البصل تغسله كويس جدا، تاخد القشر تغليه يطلع منه ميه غامقه تشرب بيها البصل، او رز الصياديه بتاع السمك، او اي حاجه عايز فيها ريحه البصل ولون المغمق. دي سكه. تمام. تمام. طيب ولو مش هعمل كده يا شيف وقشر ومليش في الدماغ دي خالص، اقول لحضرتك ولا تضايقي نفسك خالص، اعملي بصل وكرفس عادي جدا في التشويق كأنك بتعملي شوربه بسله عادي، ولما تحط البصل سيب البصل يغمق شويه في التشويح، يعني لونه يغمق شويه، ولما يغمق شويه هتبداي تحط المرقه، هتسيبيه يخرج شويه، هتلاقي اللون معاكي قلب، بعد كده تبقى عملت شوربه بصل عادي جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. يبقى عندك بصل وكرفس وكرات وحبه المرقه وحبه ملح وفلفل ابيض ومتشكرين. تلاقي جايبه عايزه مثلا تجيبي عيش فرنساوي او عيش توست قطع وعلى حته جبنه تحطيها على الفرن، يبقى عيش بالجبنه كده بيتاكل معاها، هي اصلا شوربه فرنسويه، فبالتالي دي طريقه اكلها. لسه كنت بكلم مع حاضر، والله لسه كنت بكلم معاكم على تفاصيل. الواحد لما بيسافر بيعرف اي اكلات اهو. لو انا دلوقتي اتسالت على الشوربه الفرنسويه دي، ما انا بدي مثال والله، هو مش عيب اللي بقوله والله، حتى في اي مجال لازم الواحد يقعد بس يمكن شويه عشان نعرف نبقى فاهمين المقصود كل حاجه. أفهم.